الزمالك محتاج خط الهجوم يبقى فعال شويه، وفي نفس الوقت باسم مرسي لازم يهدى شويه، هو نازل يهاجم مش نازل يضرب. انا ده رايي، الماتش الكوره لازم يكون في روح رياضيه اكثر من كده بالنسبه للجزائريين وبالنسبه للمصريين. يعني تغيرت تاخرت ليه مش عارفين يعني ايه ساب بره مثلا واحد شيكابالا ما لعبش يعني ايه ما لعبش خالص طول المباراه ما اداش خالص يعني ايه ما لعبش براس حربه راس حربه فاستفز جمهور الزمالك بس يعني ايه ربنا يستر معانا النهارده وان شاء الله نصعد باذن الله. ده 100 100 وانت عارف الفرقه الجزائريه تملي تبقى مقفله واحنا برده 2-0 ان شاء الله نضمن الصعود 90% واللعيبه كانوا رجاله واحنا برضو بس هو كان في تاخير اللي هو لازم نلعب براس حربه، انت بتلعب على ارضك ممكن اهاجم يعني العب براس حربه براسين حربه اللي انا محتاج الماتش. مبروك لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك العظيمه، الحمد لله الحمد لله على المستوى وان شاء الله باذن الله ربنا هيقدرنا ان شاء الله ونعمل نتيجه كويسه هناك. الحمد لله الاداء كان 100 100 بس محمد ابراهيم عاد شويه تظبيط وان شاء الله نشوف شيكابالا الفتره الجايه ونشوف محمد سالم ان شاء الله. احنا ما عملناش حاجه، احنا واقفين عايزين ندخل زي اي حد. ما عملناش اي حاجه، احنا مهمتنا ان احنا بنشجع نادينا وعايزين نادينا يبقى اعلى حاجه في الدنيا بس ده يعني الدعوه معانا. انت حضرتك قلت احنا مش هندخل الا بالتعاون، الدعوه كلها ايه؟ طب انت ما دخلتناش ليه طيب؟ النهارده الحمد لله رب العالمين احنا بقى عايزين الجماهير ترجع، خلاص كده كفايه، نفسنا نرجعوا تاني نشجعوا ونروحوا كل ماتش انا جاي من اسكندريه وهسافر ورا الزمالك في اي حته وربنا يستر علينا في الجزائر، ربنا يستر علينا. الجماهير فرقت النهارده الحمد لله مع الزمالك والحمد لله على الفوز النهارده وان شاء الله وان شاء الله نوصل للنهايه وناخد البطوله باذن الله. احنا عملنا احنا تنظيم 90 دقيقه وبنقول للعالم كله احنا رجعنا واحنا احلى شعب واحلى احلى جمهور نادي الزمالك 90 دقيقه بنتفرج معاهم. قول ألف ألف مبروك.